أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم مناوي وجبريل يعلنان عن خروجهما من الحياد ويعلنان مشاركتهما في العمليات العسكرية في كل الجبهات في السودان. نعلن خروجنا عن الحياد ونعلن مشاركتنا في العمليات العسكرية في كل الجبهات. وفي جولتنا أيضا قتلى وجرحى في هجوم على مستشفى النهود، وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي صلاح محمدي. والحاصل أصلا مجموعة مسلحة ومدججة طبعا بالسلاح وملثمين في نفس الوقت اقتحموا امبارح بالليل مستشفى النهود وأطلقوا نيران كثيفة جدا أدت إلى مقتل 2 من المرافقين للمرضى وجرح 4 من بينهم طفل. وفي جولتنا أيضا الحرية والتغيير المركزية تواصل اجتماعات المكتب التنفيذي لليوم الثاني، وجولة السودان تلتقي الناطق الرسمي جعفر حسن. الاجتماع حيستمر 4 أيام، حينتهي يوم السبت إن شاء الله. آخر يوم حيكون يوم السبت، حيناقش عدة أوراق، ورقة سياسية تمت مناقشتها بالأمس، ورقة تنظيمية اليوم، بكرة حيكون في أوراق أخرى، ورقة إعلامية، وحيكون ورقة في الشؤون الإنسانية والقضايا الإنسانية وكذا. وفي جولتنا أيضا تجمع المهنيين السودانيين يكشف عن فقدان عدد كبير من الكوادر الصحية لوظائفهم بسبب الحرب الدائرة في السودان، وجولة السودان تلتقي الدكتورة ناريمان عز الدين عضو تجمع المهنيين. نحن في تجمع المهنيين عملنا استطلاع مؤخرا عن الأوضاع الصحية للعاملين، لقينا إنه كمية كبيرة من العمال هم يعني فقدوا وظائفهم بالذات في القطاع الصحي، وفي جزء يعني التحق بالمؤسسات الصحية في الولاية. ونختم جولة السودان اليوم مع الخبير العسكري اللواء المعتصم عبد القادر حول مرور 7 شهور على الحرب، وما هي الخطط الاستراتيجية العسكرية لإنهاء الحرب. أن هذه الحرب نهايتها لصالح القوات المسلحة السودانية، لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بإعلان مني أركو مناوي ودكتور جبريل إبراهيم تخليهما عن الحياد والانخراط في العمليات العسكرية في كل بقاع السودان، وذلك بسبب الاعتداءات التي قامت بها قوات الدعم السريع حسب ما جاء في بيانهما الأخير على المواطنين الأبرياء وعلى الإنسانية. نستمع إلى دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والذي أعلن تخليهما عن الحياد اليوم في مؤتمر صحفي بمدينة بورسودان، فلنستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي. الموقع على اتفاق جوبا لسلام السودان بدورا مشهود في تثبيت عايمة الدولة السودانية وخدمة المواطن، وفي تطور غير مبرر ومؤسف نقلت ميليشيات الدعم السريع الحرب من الخرطوم إلى كردفان ثم دارفور، واتسعت وشملت أجزاء أخرى من السودان، وأصبح تقسيم الوطن قاب قوسين أو أدنى. ولهذا قررنا أن نقف ضد مشروع تفتيت البلاد وتقسيمها الذي تقوم به ميليشيات الدعم السريع وميليشياتها الأخرى الأجنبية والمرتزقة. نرى أن نقل الحرب وطريقة ممارساتها وإلقاؤها لكل مكونات السودان، وإن هذه الممارسات البشعة من اغتيال للأطفال والنساء وكبار السن
وزعماء الإدارات الأهلية وقيادات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، وعلى رأس هؤلاء الشهيد خميس والي غرب دارفور ورموز الإدارة الأهلية أمثال الفرشة محمد أرباب والذي ناهز من العمر 90 عاما، والفرشة عبد الباسط سليمان دينا، مع تنفيذ أجندة أجنبية تسعى لتفكيك السودان. تصاعدت تجاوزات ميليشيا الدعم السريع في قتل المواطنين العزل على أساس العرق وفتح معتقلات خطيرة في الخرطوم وأم روابة ونيالة وزاليجي والجنينة وآخرها محلية مكتاتة بجريرة تهم سياسية ملفة. وإذا هذا الواقع نعلن موقفنا من خلال الآتي: أمام هذه الممارسات والجرائم الإنسانية والانتهاكات السارقة لحقوق الإنسان بما فيها حق الحياة تعتبر أفعالا معادية للوطن والمواطن، وبالتالي نعلن خروجنا عن الحياد، نعلن خروجنا عن الحياد وندين بشدة تلك الانتهاكات من الميليشيات، ونعلن عن مقاومتنا بشدة لهذه الممارسات. نعلن تمسكنا المطلق بوحدة السودان أرضا وشعبا، ولن نفرط فيها ودونها مهجنا وأرواحنا، ولن نسمح بتمرير أجندة تفكيك السودان الجارية الآن. تهديد وحدة السودان وهجوم الميليشيات المتكرر على المدن والقرى والاعتداء على المواطنين العزل وقتلهم وسحلهم في ظل التهديدات الماسلة الآن على القوافل الإنسانية والتجارية بمحاولة قطع طرق الإمداد للمدن وللأقاليم، كل هذه التطورات تجعلنا في حل عن أي حياد، ونعلن مشاركتنا في العمليات العسكرية في كل الجبهات. القوة التي تسعى لتمزيق وحدة السودان بالاستعانة بالدوائر الأجنبية والمرتزبة وعابري الحدود، وتسعى إلى إقامة ويلات مستقلة على أنقاض الدولة السودانية. خمسة، نهيد بأهلنا في السودان عامة ودارفور خاصة بتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة خطر التقسيم، ونقف بصلابة أمام كل المؤامرات الداخلية والأجنبية لتمزيق السودان، ولن نسمح أبدا بأن تكون دارفور بوابة لتفكيك السودان. ستة، ندعو المجتمع الإقليمي والدولي وكافة دوائر انتماء السودان لاتخاذ موقف واضح لإيقاف الحرب والمحافظة على وحدة السودان وسيادته الوطنية، ونطالب الاتحاد الإفريقي على نحو خاص بوقف الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب الآن في دورتها الثانية في دارفور. سبعة، مع بالغ امتناننا للشقيقة تشاد لدورها المساند لأهل دارفور باستقبال اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب، مع تقديرنا وشكرنا للشعب التشادي لموقفه المساند للشعب السوداني، إلا أننا نطالب القيادة التشادية في موقف مختلف، وهو التوقف عن دعم وإسناد ميليشيات الدعم السريع في حربها ضد السودان، وذلك بالكف عن إمدادها بالمؤن والعتاد العسكري والمرتزقة عبر فتح حدودها ومجالها الجوي ومطاراتها وأراضيها، وهو أمر يشهد عليه ويستنكره المواطن التشادي قبل السودان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة النهود بولاية غرب كردفان، والتي اقتحمت فيها مجموعة مسلحة مستشفى النهود مساء أمس وقامت بإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. جولة السودان التقط الصحفي والإعلامي صلاح محمدي للمزيد حول الأحداث التي حدثت بالأمس في مدينة النهود. مرحبا بك. والحاصل أصلا مجموعة مسلحة ومدججة طبعا
بالسلاح وملثمين في نفس الوقت اقتحموا امبارح بالليل مستشفى النهوض واطلقوا نيران كثيفه جدا ادت الى مقتل 2 من المرافقين للمرضى وجرح 4 من بينهم طفل. جروحهم الان متفاوته ولكن كلها خطيره بتلقوا العلاج الان بداخل المستشفى. لكن يعني كان الحاجه دي رغم غرابتها الا وانه الناس قابلوها طبعا بحاله كبيره جدا من الفزع والرعب، لانه يعني فتح نيران بذاك تلك الكثافه في مستشفى وبالليل كانت عمليه فظيعه جدا. ولذلك الان السوق يعني الليله اصبحنا الصباح السوق كله مغلق تماما، يعني ايوه سوق النهود مغلق تماما الان نتيجه للحادث اللي حصل امبارح داخل المستشفى. وفي نفس الوقت طبعا يعني في اعمال بتاعه تعبئه تمت من ناس سموا رغبتهم كتيبه الاحتياط، وهم طبعا كتيبه يعني بتاعه مستنفرين لدعم الجيش السوداني حسب ما هم يزعموا. وفي فيديو أنا حرسله إن شاء الله بعد هذه المكالمة، والناس ديل قاعدين يعني يمارسوا ترويع كبير جدا على مستوى المدينة وليست المستشفى أو السوق، وإنما في كل المدينة هنالك إطلاق كثيف للنار وترويع الآمنين. وعموما الناس بتعاني معاناة كبيرة جدا في هذا الجانب. وفي العربات اللي كان عربات الشركات اللي كان تم سحبها لمدينة النهود عقب أحداث بليلة المشهورة، هذه العربات تم توزيعها لقيادات الكتيبة دي بما في ذلك عربية الإزعاف التي كانت تعمل في حقول البترول تابعة لإحدى الشركات. فكل هذه العربات تم توزيعها لقيادات الكتيبة دي، وهي بتسمي نفسها إنها كتيبة نسور الاحتياط. وحتى الآن ما عرفوا الملثمين ديل يعني تابعين لأي جهة ولا في تحقيقات جرت حتى الآن؟ والله لحد الآن طبعا هذه المجموعة هي مجهولة لحد الآن، ولكن كثير من الشهود العيان ومن اللاصقين بالأحداث في النهوض بيقولوا إنه هذه إحدى مجموعات كتيبة النسور، واللي أعلنت نفسها بقيادة حمد صافي حمد. وأنا حرسل الفيديو اللي تم أول مبارح تسجيله بعد التعبئة الكبيرة التي تمت وإعلان أنه كافة منطقة دار حمر هي توحدت خلف هذه القيادة لنصرة الجيش السوداني. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى القاهرة حيث تواصل الحرية والتغيير المركزية اجتماعات المكتب التنفيذي لليوم الثاني جولة السودان. التقت الناطق الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن للمزيد حول اجتماعات اليوم الثاني، مرحبا بك. الاجتماع القاهرة لقيادات الحرية والتغيير هو بشكل دوري، نحن بنعمل اجتماعات لأنه الناس الآن في عدد من الدول المختلفة. فالقاهرة كانت هي المحطة للاجتماع ده. الاجتماع ده أهميته بيجي بعد بداية تشكيل تقدم اللي هي للمشروع الجديد لوحدة الجبهة المدنية اللي كان في أثيوبيا الشهر الفات. لذلك نحن دورنا إنه الاجتماع ده يعضد وحدة الجبهة المدنية ويقوي موقف الناس ويناقش عدة أوراق، أهمها امبارح يوم أمس كله كان عن الورقة السياسية في رؤية حل الأزمة السودانية وإيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة. ده العنوان الكبير اللي كان اليوم بدأ من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء، كده كان مخصص فقط لهذا الجلد. اليوم الثاني الليلة يوم للعمل التنظيمي والرؤية التنظيمية إدارة العمل السياسي، إنه كيف تكون وضع الحرية والتغيير وكيف يكون وضع الجبهة المدنية وتصورنا لها مع الآخرين. لازم نمشي بتصور مكتوب ومتفق عليه داخل التحالف الكبير. دي حتى الآن شغالة، تخلص الليلة عند الساعة 7 مساء إن شاء الله. نحن بالنسبة لنا أولا الحرية والتغيير ده موقفة من الأول من بداية الحرب، وهي إيقاف الحرب والتعاون مع دول الجوار. والحمد لله إنه في ناس كثار الآن بدوا يرجعوا لموقف الحرية والتغيير المعلن من بداية الحرب.
الحرب في التعامل مع دول الجوار، مع كينيا، مع أثيوبيا، مع جنوب السودان، تشاد، مع مصر، مع أريتريا، مع كل دول الجوار حوالينا. فأنا أفتكر أنه أي خطوة لإيقاف الحرب الناس يمشوا فيها لاستعادة تأسيس الدولة السودانية دي مسألة جيدة. نحن لحد الآن نأمل أنه يكون الزيارات في هذا الإطار يعني. فإذا في هذا الإطار الحرية والتغيير تدعم أي خطوة إيجابية يقوم بها أي واحد من أطراف الصراع القائم الحالي في عملية إيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. مصر دولة مهمة، ومصر الجارة في الشمال مباشر، ومصر لها أدوار، لها حاجات الناس يستفيدوا منها، يستفيدوا من العلاقات البينية. نحن ما عندنا أي قطيعة صراحة مع مصر من أول يوم، ونتعامل معها كواحد من الفاعلين الأساسيين والمهمين في الملف السوداني، وصراحة لا يمكن تجاوزها في حل الأزمة السودانية بأي حال من الأحوال، هي وآخرين. أيضا لا يمكن تجاوز أثيوبيا، لا يمكن تجاوز أريتريا، جنوب السودان، كينيا، يوغندا، دي كلها دول حوالينا. وأنا أفتكر أنه الآن الناس كلها الموقف المعلن من هذه الدول هو وقف إطلاق النار في السودان والسلام واستعادة تأسيس الدولة، وهذا كلام جيد. فنحن بالنسبة لنا أيضا قريب كان عندنا اجتماع في أثيوبيا، وممكن يكون عندنا اجتماع في أي دولة من الدول الأخرى، احتمال يكون لدينا زيارات أخرى لعدد من دول الإقليم وهكذا. فهذه طريقتنا في التعامل، إنه الإقليم حوالينا هو مهم جدا جدا، ولا يمكن إننا نقفله في المعادلة السودانية في الحل، لأنه هو يؤثر ويتأثر بما يدور في السودان. والله استراتيجيا لفكرة الحرية والتغيير من ديوان، يعني أنا أفتكر إنه البيان الطلع من الحرية والتغيير من ثاني يوم في الحرب هو إيقاف الحرب، رغم أنه الموقف ده كان ضد ناس كتار من السودانيات والسودانيين في ذلك الوقت، لكن الزمن أثبت صحة رؤية الحرية والتغيير. لن ينتصر أي من الطرفين في السودان في هذه المعارك، وبالعكس سيتم تدمير كل البنية التحتية، والخاسر الأوحد هو الشعب السوداني من هذه المعارك. وأي حرب في السودان في تاريخ الدولة السودانية حلت على طرابيزة التفاوض، فما دامت الحكاية ماشية لطاولة التفاوض، لماذا نؤخر هذا الحل؟ لماذا نؤخر وآلاف الضحايا، آلاف المشردين، آلاف القتلى، آلاف النازحين واللاجئين، والمأساة تمشي في زيادة، والكوبري ده واحد مظهر من مظاهر هذه الحرب اللعينة، ولكنه لن يكون قطعا هو الأكبر فداحة، لأنه ما دفعناه من أرواح هو الأكثر فداحة فدفعناه في كل السودان. لذلك أنا بفتكر إن الآن هو بس يمثل نقطة التحول في الحرب، إنه الآن الناس بدل ما كانت حرب بين الجيش والدعم السريع، الآن أصبحت الحرب على البنية التحتية نفسها. ولعل الطرف اللي بيكون ضرب الكوبري ده بتكون فكرته الأساسية هو قد قنع أو يعني زهد في البلد، وهذه مسألة خطيرة جدا. أنا بفتكر إنه المفروض الناس يتعاملوا معها بجدية ويوقفوا الحرب الليلة قبل بكرة، عشان ما نفقد ما تبقى من البنية التحتية، لأنه الأمر ده يحتاج إلى، يعني هذا الكوبري بني في السودان من الستينات، فنحتاج تاني إلى 60 سنة عشان نبني كوبري جديد. فمسألة أنا بفتكر إنها غير مسؤولة، ونطلب من الأطراف كلها إيقاف الحرب اليوم قبل بكرة. الاجتماع حيستمر 4 أيام، حينتهي يوم السبت إن شاء الله، آخر يوم حيكون يوم السبت، حيناقش عدة أوراق، ورقة سياسية تمت مناقشتها بالأمس، ورقة تنظيمية اليوم، بكرة حيكون في أوراق أخرى، ورقة إعلامية، وحيكون ورقة في الشؤون الإنسانية والقضايا الإنسانية وكذا. اليوم الأخير إن شاء الله حيتم فيه تلخيص ما تم من مواقف، وإعادة ترتيب أوراق الناس وأولوياتهم، وإعادة الضبط، لأنه من الاجتماع الفات لحد الآن جرت مياه كثيرة تحت الجسر، سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية، فلذلك لابد من الوقوف عندها، لابد من إنه الناس يفهموا إنه لابد من استعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وتقوم به القوى السياسية والمدنية. واحد من أهداف الاجتماع أيضا نفكر في أنه الآن نحن عملنا تقدم في أثيوبيا، كيف الجبهة المدنية كيف نوسعها كمان بشكل أوسع عشان تمثل أكبر طيف من السودانيات والسودانيين، عشان نقدر نعمل الجبهة التي تنادي أو تعمل على إيقاف الحرب وتأسيس الدولة السودانية في المستقبل القادم، ليس وقف إطلاق النار فقط، لكن عن إنهاء الحرب. لما نتكلم عن إنهاء الحرب معناه إنهاء الأسباب الرئيسية التي تشعل الحروب في السودان، ولعله الحرب الأخيرة هي الأكثر شراسة، نعم، لكنها ليست الوحيدة، بس اللي خلى صوت عالي لأنها وصلت الخرطوم، وصلت مركز الإعلام ومركز القرار وكذا، ولكن السودان يعاني من
الاستغلال من حروب مستمرة. نحن نأمل ونسأل ربنا إنها تكون آخر الحروب، لذلك لا بد من المعالجات الحقيقية للأسباب التي تشعل الحروب في السودان، لذلك إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، أسس يجد فيها كل السودانيات والسودانيين أنفسهم هو المخرج من هذه الأزمة بشكل نهائي. مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. كشف تجمع المهنيين السودانيين عن فقدان عدد كبير من الكوادر الصحية لوظائفهم بسبب الحرب الدائرة، بالإضافة إلى هجرة معظم الكوادر إلى الولايات الأخرى. جولة السودان التغت عضو تجمع المهنيين السودانيين ناريمان عز الدين للحديث حول الوضع الصحي بعد مرور 7 أشهر على الحرب، وأيضا للحديث عن أوضاع الكوادر الصحية في السودان. مرحبا بك. حقيقة الأوضاع الصحية في السودان بعد الحرب انهارت بشكل شبه كامل، وحاليا في عدد تقريبا 3 مستشفيات بس في الخرطوم بتقدم مساعدات أو خدمات صحية للمواطنين. ونحن في تجمع المهنيين عملنا استطلاع مؤخرا عن الأوضاع الصحية للعاملين، لقينا إنه كمية كبيرة من العمال هم يعني فقدوا وظائفهم بالذات في القطاع الصحي، وفي جزء يعني التحق بالمؤسسات الصحية في الولايات، لكن عموما الأوضاع الصحية بتاعت المواطنين هي في تدهور كامل. وفي وعمل والتقرير وضح إنه 95% من المواطنين في ولاية الخرطوم تحديدا ما بتلقوا لمساعدات بتوفر احتياجاتهم الصحية. في تواصل بيننا وبينهم أكيد، بين الكوادر الصحية تحديدا، وكوادرنا الصحية هي ما استلمت مرتبات من شهر أبريل، آخر مرتب استلموه هو في شهر أبريل، فهم بالتأكيد يعني بيعيشوا أوضاع مأساوية نقدر نقول، لكن بالرغم من الأوضاع دي هم بيحاولوا إن هم يقدموا خدمات أو يدرك متطوعين في المستشفيات الولائية ودور الإيواء ومعسكرات النزوح الغذائية توصل. ونختم جولة السودان اليوم مع الخبير العسكري اللواء المعتصم عبد القادر حول مرور 7 شهور على الحرب، وما هي القراءة العسكرية لامتداد الحرب لمدة 7 شهور وكيف تحسم؟ أولا تدخل شهرها الثامن، كما كنا نتحدث في بداية الحرب أن هذه الحرب نهايتها لصالح القوات المسلحة السودانية، لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان. الآن نتيجة هذه 7 أشهر المنصرمة، الآن كل حركات الكفاح المسلح الآن في صف القوات المسلحة، كلها علمت تماما أن هذه القوة المتمردة ليس لها أخلاق وليس لها انتماء سواء كان لدارفور أو للوطن الكبير السوداني، فهي تعلم ذلك تماما. والقوات الكفاح المسلح أعلنت انضمام الآن للقوات المسلحة، ولكنها منذ فترة طويلة على تنسيق تام مع القوات المسلحة ولأسباب مختلفة لم يعلن عن ذلك. هذا جانب مهم جدا جدا. أيضا هذه الحرب لم تستهدف أي تغيير سياسي للوضع الذي كان في السودان قبل الحرب، وإنما استهدفت الشعب السوداني، استهدفت المؤسسات السودانية المختلفة سواء كان مدنية أو المؤسسات العسكرية الموجودة في السودان. من جانب آخر العمل السياسي، كل الأحزاب السياسية الآن حتى الأحزاب التي وقفت مع الميليشيا المتمردة في بداياتها مثل المجلس المركزي حرية والتغيير غيروا مواقفهم الآن وعادوا إلى القاهرة التي رفضوها من قبل، عندما طلب منهم أن ينسقوا العمل السياسي مع الكتلة الديمقراطية المجلس وهي قوة من قوى الحرية والتغيير، طلب منهم التنسيق المواقف في القاهرة رفضوا، والآن هم موجودين في القاهرة لأن الدول الأخرى كلها رفضتهم، حتى الكفلاء الذين كانوا يصرفون عليهم الآن ابتعدوا عنهم، كل الدول الآن في الوضع الدبلوماسي في صالح السودان، القوى السياسية فقدت كل الدول. الآن الزيارات الأخيرة التي قام بها السيد رئيس مجلس السيادة سواء كان لدول الجوار أو سواء كان لدول أخرى، كل هذه الزيارات تصب في صالح المجهود الحربي للقوات المسلحة السودانية.
فأنا أعتقد أن الوضع الآن يسير في صالح القوات المسلحة. ما بقي الآن من عمليات أنا أعتبرها عمليات تمشيط وعمليات تنظيف قد تأخذ وقت ليس بالقصير، ولكن الوضع العسكري بالذات في دارفور في الحاميات وفي الفرق التي انسحبت منها القوات المسلحة الوضع هنالك سهل للغاية، وهذا انسحاب تكتيكي على أمل أن تعود هذه القوات وتستطيع تنظيف كل المنطقة من هذه الميليشيا المتمردة. أنا أعتقد أن الخسارة كانت كبيرة في ممتلكات المواطنين في أرواح المواطنين، ولكن هذا يعني ثمن دفعه الشعب السوداني مقابل التخلص من هذه الميليشيا التي منذ أن بدأت في 2013 بدأت بأعمال ضد المواطن السوداني وبأعمال ضد ممتلكات الشعب السوداني وضد الحياة السياسية في السودان وضد الشيء الحاصل. التغييم العسكري منطقة جبل أولياء بحمد الله، منطقة المدرعات الآن بحمد الله تم تنظيفها تماما. الآن هنالك عمليات تجري في الأحياء المجاورة للمدرعات مثل الكلاكلة، منطقة جبرة، المناطق الأسهري، مناطق الصحافات وما إلى ذلك. هذه المناطق الآن صارت تحت سيطرة القوات المدرعات. بالنسبة لجبل أولياء كذلك، حتى مواطني جبل أولياء صاروا جزء من المعركة، المناطق غرب جبل أولياء القبائل المختلفة صارت جزء من المعركة، والآن هم بعيدين تماما عن هذه المنطقة، والآن من القوى المتمردة الآن تتجول في ولاية الجزيرة فتبحث اسمها. ما قامت به ميليشيا الدعم السريع من نصف كوبري شمبار عاد عليها بالخسارة، لأن هذه المسألة قطعت كل خطوط إمدادها، خطوط إمدادها من مناطق هنالك حصار حقيقي لهذه القوى المتمردة الموجودة في الخرطوم، ليس لها طريقة إلا أن تذهب شمالا وهذه منطقة مؤمنة تماما، أو تذهب جنوبا إلى مناطق الدويم أو مناطق قوسي. بحديث الخبير العسكري اللواء المعتصم عبد القادر حول مرور 7 شهور على الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.